السلام عليكم متابعي قناة أحداث وحقائق. توصل العلماء إلى استنتاج فريد من نوعه لصحة الإنسان، وهي أوراق أشجار القهوة المغلية، حيث ذكر الصحيفة الديلي ميل البريطانية بأن العلماء درسوا وحللوا أوراق 23 نوعاً من أشجار القهوة، واكتشفوا في 7 منها تركيزاً مرتفعاً للمركب الكيميائي مانغيفيرين الذي يمد الجسم بفوائد كبيرة. المثير في الأمر أن هذا المركب موجوداً بنسبة مرتفعة في أوراق شجرة القهوة وليس في حبوب القهوة نفسها. هذا الشاي يعد مشروباً شعبياً واسع الانتشار في جنوب السودان وأثيوبيا بالإضافة إلى إندونيسيا، وبعد التحقق من خصائصه اتضح أن تأثيره الإيجابي يفوق تأثير المشروبات الأخرى. فهذا الشاي يزيل الإرهاق ويعيد عمل الدماغ إلى طبيعته، ويضيف الباحثون يحتوي هذا الشاي على نسبة مرتفعة من المواد التي تخفض تطور مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. علاوة على ذلك له خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، ويخلو تركيبه من الكافيين